السوداني رئيس وزراء هو مشى بأمور هواي، من ضمنها هاي الأمور التغيير الوزاري، وهذا شيء الأفضل للدولة يعني. فما يصير الوزراء يبقون على حطتهم، لازم أكو تغيير على مشنو أكو يصير فشي يبين بالدولة. والله نرحب وندعم ونؤيد ونشد على يد السيد السوداني رئيس وزراء على هذه المبادرة الأصيلة. هذا في بعض وزارات العراق مدراء ووزراء يعني لديهم فساد ولديهم مختسر الأموال، فإذا قدر السوداني ونجح بهاي المبادرة راح تنجح الوزارات. والله التغيير هو مطلوب بالحياة العامة، الإنسان دائما يطمح إلى التغيير ونحو الأحسن. تغيير وزاري مطلوب، بس لكن إن شاء الله تكون الوجوه اللي تجي جديدة تكون تأدي ما مطلوب منها للناس وخدمة المجتمع. أهلا بكم. عامان من حكومة السودان، والسؤال الأبرز الذي يدور في أروقتها: متى وكيف وأين ومن سيشمل التعديل الوزاري؟ 5 إلى 6 وزراء تحت مجهر تقييم الأداء، فهل سيطالهم التغيير قبل انتهاء عمر السلطة التنفيذية؟ أم أن حفظ الأوزان في الأوساط السياسية وعدم الرغبة بفتح سجالات وجدالات قد يعرقل هذه الخطوة ويؤجلها إلى إشعار غير معلوم، كتأجيل القوانين المصيرية ل3 جلسات متتالية، فلا أحوال تم تمريره ولا عفو شمله التصويت، وما بينهم قانون للعقارات لا نصاب إلا بالاتفاق عليه، والمتضرر الوحيد من غياب التفاهمات داخل الأسوار التشريعية هو قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، فهل ستستمر مسيرة خلط الأوراق وعرقلة التعديل والتنفيذ والتشريع؟ أم أن الغرف المظلمة ستنيرها أضواء التوافق وتمضي بدون مشاكل؟ أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل العزاوي، مرحبا بحضرتك. والمحلل السياسي الأستاذ سلمان الجميلي، مرحبا بجنابك. حياك الله. وأيضا عبر سكايب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ وفاء محمد، مرحبا بحضرتك. مرحبا وتحية للجميع. أهلا بجنابك. أستاذ نبيل، أبدأ مع حضرتك. أكثر من مرة سمعنا السيد السوداني يتحدث بالتعديل الوزاري المرتقب وتقييم الأداء خلال 6 شهور، واليوم مرت 2 سنين من الحكومة ولا شفنا تعديل غير اللي نسمع به. شنو الأسباب اللي تجعل الحكومة تصل إلى نهاية 2 سنين وهي غير قادرة على تغيير وزرائها بعد أن قيمتهم بأنهم يحتاجون إلى التغيير؟ صحيح. شكرا جزيلا أستاذ محمد، وتحية لحضرتك وإلى الضيف الكريم وإلى الضيف الآخر من أربيل. أولا، في منهاج السيد السوداني تطرق إلى قضية الخدمة الوطنية، وأن هذه الحكومة هي حكومة تختلف عن باقي الحكومات. نعم. بالعمل، بالمنجز وبالأهداف. وبالتالي أي تلكؤ في أي وزارة من حق السيد السوداني أن يغير الوزير
بعد الرجوع يعني للكتلة السياسية باعتبار أن هذه الحكومة هي حكومة ائتلافية. جيد. لكن ما حدث أنه بالستة شهور الأولى إذا تتذكر سجل السيد السوداني وكان يعني يعرف جيدا بأن هنالك يمكن أن تكون هنالك تغييرات خلال الست شهور الأولى من عمر الحكومة. لكن حقيقة نتكلم بواقعية ما تعاونت ويا الكتل يعني الأحزاب أو بأنه ما كانت هنالك رغبة بأن تكون هنالك تعديلات، ولذلك ظل السيد السوداني يحاول إقناع هذه الكتل بأنه يجب أن تكون هنالك تغيير لبعض الوزارات، وماكو مشكلة وضير بأنه الكتلة نفسها تسمي شخصية قادرة على أن تقوم بعمل يمكن أن يقدم للمواطن، وهي القضية ليست قضية شخصية بقدر ما هي قضية تنظيمية لعمل أن تكون هنالك تبعات لهذا العمل. التغيير ضمن منهاجك الوزاري، وأنت اليوم مدعوم من أغلب الكتل والإطار التنسيقي بظهرك، شنو اللي أخرك سنتين ما تبدل وزير ضعيف وتشوفه فاشل؟ السيد السوداني حقيقة يعني حول، وكان هو يعني يشعر بتحويل المشاريع المتلكئة إلى مشاريع جارية، يعني من ضمن يعني الميراث اللي استلمه أكثر من 5536 مشروع متلكئ، ولذلك كان يعتقد أن يجب أن تكون هنالك إرادة حقيقية بأن تكون نهايات لكثير من المشكلات التي حصلت، ولذلك كان يعتقد بأن هؤلاء الوزراء عليهم الكثير، يعني عليهم هم الذين اللي يتسنمون بهذه الأمور وعليهم أن يصلحوا. ولكن انت سألت سؤال، لماذا لم يغير خلال السنتين؟ أولا قضيتين يعني يمكن خلينا نشير إليها. القضية الأولى هو كان يجمع نقاط على كل، يعني كان متابع، يعني حتى اتطرق قبل أيام أو يمكن قبل يومين اتطرق إلى قضية جدا مهمة بأنه أكو مشاريع لم تنجز، يعني ليست احنا بدنا نتكلم بواقعية يعني كاملة، أكو مشاريع متلكة. لذلك هو يتكلم عن 62% من الإنجاز الحكومي الحقيقي وليس الإنجاز الورقي كما كان، ولذلك يحتاج إلى أجنحة حقيقية أن تكون هنالك خدمة حقيقية. ولذلك كان يعتقد بأنه يمكن يعني بأنه إذا لم تكن هنالك إرادة حقيقية من الكتل يذهب ويفاتح رؤساء الكتل بأنه يجب أن يكون هنالك تغييرا، وفعلا وصلت الكتل الآن برأيي إلى قناعة الآن بعد السنتين أن يكون هنالك تغيير وزاري. وأعتقد أن خلال يمكن أقل من يعني إحنا بعد لنا سنة لين تنتهي هذه الحكومة، أعتقد بهذه السنة سيكون تغيير وزاري لوزيرين أو ثلاث وزارات. اللي يسألك اليوم يقول لك بعد شنو عمر الحكومة راح ينتهي، أنت اليوم إذا تنتظر حتى الكتل السياسية توافق على أنه تغير وزيرها هو ما سوينا شيء. سؤال مهم جدا. تدري أنت حضرتك الحكومة هي ليست بطيف واحد، هناك شركاء، هناك يعني إرادة من الباقين بأنه يجب أن يكون هناك قناعة لدينا أو مراجعة ما هي أسباب الإخفاق من هذا الوزير وتقييم هذا الوزير، وبالتالي نحن من يعني نقيم هذا الوزير. هي المشكلة بأنه هنالك جهة حزبية تعتقد هي من كذلك تشرك بالتقييم، وهذه المشكلة التي صارت بين السوداني وبين الكتل السياسية. لم تكن هنالك إرادة يعني مطلقة للسيد السوداني أن يغير، هذه قضية جدا مهمة، لكن بالضغط الحقيقي وبالإرادة التي يمتلكها السيد السوداني اليوم، وكل الكتل استشعرت الخطر خصوصا في هذه المرحلة تمر بها. يعني اعتراضات على التغيير من قبل بعض الكتل؟ من بعض الكتل السياسية كانت هنالك اعتراضات، وأنه يجب أن نشرك نحن ونحن نقدم هذه الأسماء، وبالتالي يعني نوع من القناعة ما كانت واصلة. لكن تسألني القناعة الآن موجودة، القناعة بأنه يجب أن يكون تغيير خصوصا في ملفات وضع يعني السيد السوداني بصمة حقيقية. إذا نتكلم ببصمة السكن، فاليوم الشارع العراقي تدري مدن سكنية كبيرة راح تصير على يعني على الأرض وستكون ملموسة، قضية جدا مهمة. بالأمن الغذائي احنا عندنا سلة غذائية توزع بانتظام، هذه قضية جدا مهمة، السوداني كان مشرف عليها بأنه تؤمن لأكثر من 6 أشهر تكون موجودة. القضية المهمة بأنه اليوم المشاريع، هذه المشاريع ترى هي ليست فقط مشاريع ورقية، مشاريع خدمية حقيقية. بنتكلم عن مجسرات، هي ليس فقط جسر، هذه المجسرات تخلق حالة من الوئام وعادة الثقة بالعملية السياسية. وأعتقد أن الكتل جيد. اليوم وصلت لقناعة يجب أن تدعم السودان في هذا. خلينا بالتعديل، إنجازات السودان هو حكينا عليها. أستاذ سلمان أرحب حضرتك مرة أخرى، أسألك أغلب وزراء المكون السن اليوم تحت مجهر التقييم، رأيك
في حال أقدم السيد السوداني على تغييرهم، هل ستوافق الكتل أم ربما سنشهد جدل واسع وصراع واسع وتعقيد للمشهد السياسي بالعراق؟ شكرا جزيلا للاستضافة، حياك الله وحيا السيد ضيف جمهوركم الكريم. حقيقة يعني الكتل السياسية ما تنأب، خاصة السنية يعني ما تنأب نفسها عن باقي الكتل السياسية الموجودة داخل العراق، إن كان هناك نية لتغيير من وزراء المكون السني فلذلك تقبل الكتل السياسية السنية عادة بالتغيير إذا كان هناك يعني تقييم عفوا سيء أو غير جيد للوزير الذي من الكتل السنية. أعتقد لا اعتراض على هذا الموضوع، خاصة أن هناك يعني قبل فترة صارت مبادرة بتغيير وزراء لإعطاء منصب رئيس مجلس النواب، وهذا مهم جدا. أغلب الوزراء السنة الموجودين بالكابينة الوزارية حقيقة نعتبرهم نحن من أكفاء المكون، كان وزير الصناعة أو كان وزير التربية أو كان وزير التخطيط أو بعض الوزارات، يعني الرؤية الأولى والأخيرة. هذه نقطة خلافية أيضا، أنتم اليوم كتلهم إذا تعتبرهم أكفاء بالتالي أكو لجنة تقييم حكومي لا يجوز تشوفهم العكس. هو أنا اللي أرد أنوه عليها، اللي إذا إحنا نعتبره مثلا كفوء يعني احتمال اللجنة الوزارية أو اللجنة داخل الوزراء التي أو لجنة التقييم حقيقة لم تعطيه تقييم جيدا، وهذا من حق رئيس الوزراء يرى أن الوزير الفلاني في أي مكان أخفق من حقه أن يقدم إلى تغييره. طبعا التغيير هو ليس سهلا حقيقة، ليش خاصة في العراق، يعني يحتاج إلى توافقات سياسية، يحتاج إلى توافق الكتل، يحتاج. لكن أنا أرى إن كان هناك تغيير في الكابينة الوزارية حتى لا يكون اعتراض على تغيير وزير أو تغيير من باقي الكتل، يكون التغيير من داخل الكتلة نفسها. مثلا يعني التقدم عندهم وزير يأتي وزير نفسه من التقدم، أو السيادة عندهم وزير يأتي وزير نفسه، حتى لا تكون يعني مضاربات أو اختلافات في موضوع التغيير، حتى يسهل للسيد رئيس الوزراء ويسهل لمجلس النواب. هذا شرط الكتلة على القبول بالتعديل الوزاري، يعني يكون المرشح من ضمنها. أكيد شرط الكتلة لابد أن يكون المرشح من داخل كتلته، يعني من نفس الكتلة، حتى يقبل بالتغيير، حتى يسهل. زين، شنو اللي يضمن لسيد رئيس الوزراء وفريق التقييم الحكومي انه هذا الشخص اللي راح تجيب هذه الكتله كفوء؟ ما لو كان عندها كفوء كان جابته من اول مره وخلته، بالتالي ايضا رئيس الوزراء عنده شروط. طبعا هناك معيار عند اللجنه وعند رئيس الوزراء وعند الكتل السياسيه الموجوده، ان كانت سنيه او كانت شيعيه او كرديه، هناك معيار لتسنم وزارة. يعني ما ممكن يجيبون واحد، الكتلة تجيب واحد غير كفوء تخليه في مكان اللي راح يتغيرون، احنا ما نقدر نقول غير كفوء. لا، معقولة تجيب غير كفوء، وصارت وجابوا وموجودين. جاب، لكن اكو هناك يعني تفاوت بالموضوع، يعني اكو في وزارات حقيقة اخفقك لم يتم ماكو انجاز عندها، واكو وزارات عندها انجاز، فلذلك اكو تقييم بان هاي الوزارة مو سبب يجوز الوزير، يجوز سبب أي سبب كان، فلذلك يعني يرتئي رئيس الوزراء غيره لهذا الوزير، حتى أنا أبدأ أشتغل، أبدأ أتفاهم وياه، أبدأ يجوز أكو وزراء ما بتفاهم وياهم رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء بالموضوع في يعني موضع، وإنما بقية الوزراء متفاهم معهم وإدهم إنجاز، فلذلك يا بنتو هذا وزيركم يعني عنده نقاط 1 2 3. أنا دا أشوف إن النقاط يعني ما أنجزهن، فلذلك غيروا. أستاذ سلمان، برأيك كم من الوزراء في الكابينة الحكومية الحالية يستحقون التغيير؟ والله يعني إحنا ما نريد نظلم، أكو لجنة هي اللجنة الموجودة، لكن كما أعلن 5 وزارات سيتم التغيير، كما أعلن يعني أعلن وسمعناها بالإعلام، هناك 5 وزارات سيتم تغيير الوزراء بها، وهذا مهم جدا التغيير أستاذ. يعني أنت اليوم إحنا عانينا من ذيك السنوات الباقية، يبقى الوزير لمدة 4 سنوات دون إنجاز. نعم.
ودون اي شيء ملموس، لكن احنا اليوم حقيقه نريد نحكيها بالاعلام ونحكيها وين ما قعدنا، اكو انجاز موجود يعني على ارض الواقع لبعض الوزارات، اكو انجاز وبعض الوزارات اخفقت فيه بالانجاز. فلذلك السيد رئيس الوزراء اشر عند هذا الموضوع وهو اوعد بتغيير، يعني اوعد في تغيير وزاري يعني منذ استلام الحكومه بعد 6 أشهر، لكن دخلت قضية رئيس مجلس النواب وخروج رئيس مجلس النواب فأجلت هذا الموضوع. أنا أعتقد لو كانت أكو استقرار سياسي في مجلس النواب كان التغيير يعني قبل هاي الفترة وكان يعني أسهل. أعتقد التغيير هو أسهل حسب التوافقات، لكن هو إجا متأخر. جيد، إذا أسمح لي أنتقل وأرحب مرة أخرى بالسيد وفاء محمد. سيد وفاء، سألك أنه هناك من يرى أن التغيير أتى أو ربما سيأتي متأخر جدا، إذن ما فائدة التغيير بعد مرور سنتين والحديث عنه اليوم وعمر الحكومة بدأ يعني قريب من الانتهاء؟ هل هي رسالة أم ماذا يريد السيد السوداني بهذه الخطوة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك للضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. طبعا الكابينة الجديدة لحكومة السيد محمد الشياع السوداني حسب الاتفاق المؤكد أن يكون هناك أعطى مدة 6 أشهر لكل الوزارات، وبعدها يكون هناك دراسة يعني على نشاطات الوزارات ويتم التغيير، ولكن التغيير سيكون كما قالوا الضيوف أن يكون مقبول من الكتل السياسية. أي دائما الكتل السياسية عندما ترشح بديل يرشحون بدلاء 2، 3، 4 والصلاحية لسيد محمد الشياع السوداني ويختار هذا البديل، وهذا الشيء الذي دائما هو شيء يعني أنا أعتقد يعني غير ناجح أبدا، لأنه ليس هناك أي صلاحية لرئاسة الوزراء والتغيير بدون أخذ الموافقة من الكتلة، كون أن هاي الوزارة تتعرف حضرتك صارت محاصصة، 4 للأكراد و6 للسنة والباقي 12 للمكون الشيعي، فإذا الكل يحافظ على حصة الوزارية. أما أنا أعتقد أحد أسباب تأجيل التغيير هو كان خاصة بالوزارات السنية هو كان موضوع خلو منصب رئاسة البرلمان، أثر هذا المنصب كثير على محاولات التغيير، فكل انشغل خاصة البيت السني بمحاولة إيجاد بديل للسيد محمد الحلبوسي، وكانت هناك مقايضات كثيرة بين التقدم وبين السيادة بتبديل بعض الوزارات مقابل رئاسة البرلمان، ولكن تأخر هذا الموضوع ونرى غدا يعني حسم المنصب. هل سيحسم المنصب؟ وأنا أستبعد هذا الموضوع، لأن حسم هذا المنصب سيساعد السيد محمد الشياع السوداني بإجراء التغييرات السريعة خاصة بالمكون السني. نعم، هناك كان المفروض أن يكون هناك تغييرات ل4 إلى 6 وزارات حسب علمي. جيد سيد وفاء، شنو علاقة شنو الربط بأساميهم؟ شنو الربط لأسباب شخصية يعني مريض، ولو هناك وزير قدم استقالته، زين قدم استقالته بدون ما أن يعني هو قدم استقالته وزير البيئة من المكون الكردي من الاتحاد، والآن سيكون على الاتحاد هو إعطاء البديل أو أحد أو إعطاء بديلين ثلاثة ليختار السيد محمد الشياع السوداني أحد البدلاء. إنما ما نريد نجيب أسامي الوزراء، هي معروفة 4 إلى 6 وزارات هي معروفة اللي هي تستحق التغيير والتبديل. تقدر أسميها أستاذ وفاء؟ والله يعني يعني حفاظا على سمعة الوزير يعني ما أعرف، يعني هي معروفة طبعا هي معروفة، ولكن يعني مرات نشوف هذا الوزير يقول لي أجيب لا 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 هذه كل يعرف الوزارات اللي مقصرة بالعمال، والسيد محمد الشياع السوداني خلال سنة كاملة يرغب بتبديل وخاطب الكتل. زين، حتى ذا وجهة نظرك الشخصية يعني مو شرط الحزبية أستاذ وفاء، خاطب الكتل السياسي وقال سيتم تغييرهم، ولكن كما قلت لك وكما قلت أنا أعتقد موضوع خلو منصب رئاسة البرلمان أثر كثيرا على عملية التغيير. شنو علاقة خلو المنصب بالتغيير الوزاري في حال كانت هناك إرادة ونية حقيقية؟ لا، إلى حال كثير، لأنه أصبحت منصب رئيس البرلمان أصبح به مقايضة مع خاصة بين المكون السني، وخاصة أنا أتكلم على وزراء المكون السني اللي هم مشمولين بهذا التغيير، للعلم اللي هم مشمولين بهذا التغيير كان هناك يعني محاولات كثيرة بإعطاء وزارتين تبديل وزارتين مقابل منصب رئيس البرلمان،
فهاي المقايضات يعني تأخرت كثيرا، وكان السيد محمد الشاع السنان ينتظر نتيجة هذه المقايضات ليكون يتم التغيير والتبديل بأريحية. زين، شنو رأي القوى الكردية في حال مضى السيد السوداني بالتغيير، سواء كان تم يعني اختيار رئيس لمجلس النواب أو لا، موقفكم من هذا التغيير؟ أكيد يعني أنت تعرف المكون الكردي عنده 4 وزارات، وزيرا للحزب الديمقراطي الكردستاني، وزيرا للاتحاد الوطني. كما أشرت حضرتك أحد الوزراء للاتحاد الوطني قدم استقالته قبل أسبوع، وزير البيئة. وفي حال احنا يعني حسب علمنا، خاصة وزارة الإعمار بنكير ريكاني هو مشهود له، لأن العراق مر بمرحلة نشاطات وإعمار شاسع جدا، وخاصة من ناحية المشاريع والعمران، وهذا يحسب لوزارة الإعمار، وله هو يعني كان له مفتوح اليد، يعني كان الوضع مساعدة جدا في هذا الموضوع. وأيضا وزارة الخارجية اللي هو سيد فادي حسين، أيضا أنا أعتقد وغير مشمول بهذا التغيير، ليس لأنه أنا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن حسب علمي التغيير ما يشمل هاي الوزارتين، هاي لا وزارة الإعمار ولا وزارة الخارجية. جيد أستاذ نبيل، يعني أستاذ وفاء يقول مو من حق أو مو صلاحية سيد رئيس الوزراء بتغيير الوزراء، وإنما بما أنه الموضوع موضوع محاصصاتي فالكتلة اللي ترشح هي المسؤولة عن التغيير. شنو 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 تفسيرك لما قال؟ طبعا هو ليس يعني احنا ما نقول مو من حق رئيس الوزراء، لكن نقول يجب ان يرجع رئيس الوزراء الى الكتل السياسية، باعتبار ان هذه الحكومة هي حكومة ائتلافية جاءت وفق محاصصة حزبية، وكل واحد اخذ وزاراته، وبالتالي الاتفاق كان ويا رؤساء الكتل من نتسنى من السيد السوداني بأنه اتفق مع الكتل السياسية. أنا راح أشخص أي خلل في أي وزارة، سأعلمكم بهذا الخلل وطوني البديل في حال رفضت هذا الاتفاق. في حال رفضت هذه الكتلة تبديل وزيرها، ماكو ترفض أستاذ، ماكو شيء ترفض الوزارة، العفو، ماكو شيء اسمه أنا أرفض. أكو أسباب من يجيب السيد السوداني ملف كامل عن هذا الوزير الذي أتت سين الكتلة السياسية سين، واقتنعت بأنه هذه المثالب سجلت على هذه الوزير. شنو المشكلة والضير إذا يبدل من نفس الكتلة؟ اتطرق الضيف الكريم إلى قضية جدا مهمة، بأنه احنا ما نريد نقزم العمل أو نقلل أو نسقط مجرد تغيير وزاري. التغيير المشمول بأنه أكو وزارات، مثلا على سبيل المثال وزارات عملت، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة الإعمار والإسكان، العالم بدأت تشوف أكو خدمة حقيقية، وزارة الخارجية أكو عمل دبلوماسي حقيقي. هذه الوزارات هذه بعيدة عن التغيير، لكن دا نتكلم عن الوزارات التي أخفقت، ما قدمت للمواطن، والسيد السوداني وعد الشعب العراقي بأنه سيصارح الشعب العراقي وسيفاتح الشعب العراقي بأي أمور ستحصل. وبالتالي انت شفت من كلمة السيد السوداني بعد مرور سنتين على العمر الحكومة، تكلم بواقعية وتكلم عن نسب 62% إنجاز، تكلم كذلك عن مشاريع تلكئت، يعني هو دي يتابع شخصيا دي يتابع، يعني هذه العملية هي رسائل. أستاذ نبيل، هسه احنا أنتم كمراقبين محللين كمواطنين، شنو تقييمكم؟ أي الوزارات اليوم ضعيفة متلكئة في أدائها تحتاج إلى تغيير بدون مجاملة؟ ليش الموضوع احنا ليش بنقرب السؤال نقول شنو هي الوزارات الزينة واللي تقدمت حتى راح تنعرف الوزارات اللي أنا شلون أقول هاي الوزارة ضعيفة؟ أنا ما عندي الملفات، ولكن أنا أرى وألاحظ أن هنالك وزارات. على سأعطيك مثال زين. وزارة الصحة العراقية اليوم، أنت من تراجع وزارة الصحة وعمل السيد الحسناوي عمل دؤوب، نتكلم عن افتتاح مستشفيات 11 مستشفى حديثة من 50 إلى 500 سرير، نتكلم عن إعادة 76 مستشفى، نتكلم عن تحويل المشاريع المتلكئة إلى مشاريع جارية حقيقية تنفيذية، نتكلم عن أول مرة ضمان صحي بالعراق يصير، وهي ما صارت طبعا. هاي الضمان الصحي بوحده قبل سنتين هو هذا كان أكو اتفاق، لكن بزمن السيد السوداني تفعل، وكذلك قضية تفعل حتى بالقطاع الخاص، يعني القطاع الخاص مشمول بالضمان الصحي. أكو عمل، أكو قضية توطين الأدوية العراقية، هذا التوطين 35% من الأدوية أكو اليوم إشباع بالسوق بأنه ما نستورد هذه الأدوية. هذه الوزارة ما يثنى عليها،
لذلك احنا نقول اللي عمل ان نكافئ اللي عمل ونقيم العمل، واللي ما عمل يجب ان يبدل. هذه القضيه اللي بالتالي راح تنعرف الوزارات استاذ محمد، راح تنعرف من هي الوزارات اللي قدمت. اعطيك وزاره اخرى واذا تسمح لي عن الوقت، وزاره الاعمار والاسكان. اكو عمل دؤوب اليوم، تشوف بغداد عباره، وليش بغداد، كل محافظات العراق عباره عن ورشه عمل، تطلع في كل مناطقك ورشه عمل. احنا هذا افتقدناه من 20 سنه، ما كان اكو هنالك خليه نحل حقيقيه لاعاده الثقه بالعمليه السياسيه. احنا فقدنا الثقه بالعمليه السياسيه، وهذه عندنا فئه متردده 60 إلى 70%، كانت فاقده جدا. اليوم تحركت هذه الفئه، وهذه استطلاعات راي عام نتكلم، وليس احنا نتكلم. ايضا عندنا الكثير من المشاكل والحلقات الزائده، وانا يلزم لك لو ما المتابعه المباشره من السيد رئيس الوزراء نص المشاريع حسمك. وفعلا هذا التشخيص الصحيح. الشخص اول رئيس وزراء يتابع شخصيا وميدانيا العمل. يعني احد المشاريع، انا هذا قريب على بيتي، احد المشاريع عمليه جسور، تدري هذا المشروع زاره 7 مرات؟ وتدري احد المرات، وللأمانة اتكلم لك للانصاف، زار السيد السوداني يعني تقريبا الساعه من الثنتين او ثلاثة بالليل بدون تصوير وبدون ميديا واعلام، وكان مرهق جدا. هذه الأمانة اتكلم لك، انا شفت بعيني. ولذلك نقول انطوا فرصه لرئيس الوزراء، انطوا فرصه لهذا رئيس الوزراء، لان بدا يغير فلسفه النمطية اللي كانت سائدة بالعملية وعدم الثقة وعدم الرضا. بدأ المواطن يتغير، وهذه يجب أن نعمل عليها كمراقبين كمحللين. أستاذ سلمان، كمواطن عراقي، تقييمك، تشخيصك، متابعتك، أي الوزارات تستحق أو أدائها ضعيف؟ يعني مثل ما ذكر أخوي الأستاذ، بأن احنا ليش نقول أياه الضعيف، نقول أياه الأنجزت. ما حد يذكر الضعيف. الله يكون بعونك السوداني اللي يحتاج لازم يجامل كل الكتل السياسية. لا أكو أويا مواني شخصت في البداية، قلت لازم هو أكو تفاوت وأكو تباين بالعمل، بين يعني اكو وزارات عملت اشتغلت واكو وزارات لم تعمل. انا اقول على هاي اللي لم تعمل، اللي قصرت بتقديم الخدمه للعراقيين. يعني اكو وزارات هوايه، هم اكو مؤشر يعني عندهم جوده وعندهم لجان تقيم وتعرف لكن انا اريد انوه على شغلات. يعني السيد السوداني ذكي جدا بهاي الحركه حتى نحسبها سياسيا. زين، السيد السوداني من قدم هذا المقترح بتغيير وزاري، حتى اذا اكو جانب فشل في بعض الوزارات حتى هو يخرج من دائرة الاتهام بالفشل، يقول لك أنا بالنسبة لي أنا مشخص الوزارة سين وصاد جيم، أنا قلت لكم يا كتل سياسية ذني الوزارات الخمسة الستة الأربعة الثلاثة ذني أداهن غير جيد، أنا بالنسبة لي راح أغيرها حتى أنا أطلع من دائرة الاتهامات، لأن أنا أعطيت عهد ووعد على نفسي أمام الشعب العراقي وأمام الكتل السياسية بأن أنا جاي أخدم الشعب العراقي. أنا سميت حكومتي حكومة الخدمات، فلذلك نرى حقيقة هذا ما ينكر أبد بأن أكو خدمات موجودة على أرض الواقع موجودة. وثانيا مو بس هاي، السيد السوداني عمل شيء أعتقد ما قدر واحد قبله، يعني هو نائب العراق على الصراع اللي يدور داخل الساحة الإقليمية. نعم. هذا مهم جدا، أهم من الإعمار، يعني أهم من الجسر، أهم من الشارع. اليوم أنت اليوم بلد في وسط معركة، وتخرج بدبلوماسيتك بعلاقاتك بفكرك بوسطيتك، استطاع السيد السوداني الحفاظ على استقرار العراق واحد سياسيا، والحفاظ على استقراره أمنيا، وإبعاده عن الصراع الذي الجاري بالمنطقة واللي شاهدناه وإحنا في نص هذا الصراع. استطاع السيد السوداني تجنيب العراق من ضربات، تجنيب العراق من الصراعات اللي موجودة الإقليمية، فلذلك هاي تحسب إلى حقيقة وتحسب للخارجية، حتى نذكرها الخارجية العراقية تحسب إلى هذا الشيء، لأن هاي الدبلوماسية الدول الباقية لازم تتعامل وياها دبلوماسيا. فلذلك اعتقد هذا انجاز له وانجاز لحكومته. اليوم احنا مثل ما ذكرنا اكو بعض الاخفاقات هو مؤشرها، حتى اذا انا مثلا اليوم مؤشر على وزارة جيدة، انا كمواطن اقول هاي وزارة جيدة، يجوز
اكو مؤشرات عند السيد السودان وعند اللجنه الوزاريه واضح جدا، يقول لك هذا مو جيد وانا مؤشره مو جيد هذا الوزير او هاي الوزاره جيد. هو عنده بالمقابل جيد. لذلك قبل ان ننتقل لجهازنا على وقت الملف الثاني، سيد وفاء، اولا هل التوقيت مناسب للتعديل الوزاري؟ ثانيا في حال اقدم السيد رئيس الوزراء على التعديل، هل سيحظى بالتصويت والدعم داخل مجلس النواب للتغيير الوزاري ام لا؟ اكيد 100% سيحظى، لان خاصه كما اشارت الوزارات يعني بعض الوزارات هي تستحق هذا التغيير والتبديل، واذا السيد محمد الشاعر السوداني لم يستطع خاصه باقي سنه كامله على يعني انهاء الحكومه واجراء انتخابات جديده، معناته احد الوعود المهمه اللي اعطاها للشعب العراقي واللي اعطاها لكل الكتل السياسيه بانه سيتم تغيير الوزير المقصر، هو لم ينجح في هذا، وهذا سيضعف حصولا مره اخرى على جوله ثانيه ورئاسه ثانيه. يعني اكو ملاحظات كثيره على بعض الوزارات، يعني حتى اذا نطرق لها مو مشكله لان هي معروفه. نعم. يعني مثلا يعني هناك اشكاليه بوزاره النفط. يعني وزاره النفط يعني لحد الان عندهم اشكاليه، ولو اكو موضوع كلش مهم جدا، فبالمناسبه ترى كل الوزراء لهم صلاحيه كامله ومطلقه، وانا هاي سمعتها من هوايه منهم. يعني الوزير ما مكلبش ايده. يعني كل وزير له صلاحيه كامله في قرارات سياديه يتخذها، لانه السيد محمد الشاعر السوداني اعطاه كامل الحريه يثبت نجاحه، مو بعدين يجي بعض الوزراء يقول انا مكلبش ايدي والله انا لازم ارجع الى رئاسه الوزراء، لا، هي بس القرارات المصيريه المهمه جدا خاصه من وزاره الدفاع تحتاج الى موافقه من القائد العام للقوات المسلحه. اذا مثلا وزاره النفط كانت هي المسؤوله عن استئناف نفط اقليم كردستان من الجانب التركي وايضا بيع نفط اقليم كردستان والاستفاده من نفط اقليم كردستان من المشتقات الداخليه، ولكنه هاي صار تقريبا سنه وست اشهر من تسليم الملف النفطي، وزاره النفط العراقيه مع الاسف يعني لم تسمع وجود كثير من هذه الشركات العملاقه لموضوع الغاز المصاحب. هاي ملاحظه جزل هذا السبب خليتها على راس القائمه. ملاحظات كثيرة على وزارة الهجرة، وما يعني وأعتقد هناك دعوات أيضا على وزارة الهجرة. جيد. وأيضا يعني عندنا ملاحظات حتى على وزارة المالية. جيد. أستاذ وفاء، إذا تسمح لي إيجابية. إذا تسمح لي تبقى معانا ننتقل للملف الثاني، المحلل السياسي أستاذ نبيل عزاوي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لحضورك معانا. مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن إخفاق مجلس النواب بتمرير القوانين الجدلية لثلاث جلسات متتالية. نفتتح وإياكم هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي. مرة أخرى يفشل مجلس النواب في إقرار 4 قوانين خلافية بسبب التوتر بين الكتل السياسية المختلفة على تمرير بعض القوانين المهمة، حيث يترقب الشارع العراقي استكمال العملية التشريعية في مجلس النواب وإقرار هذه القوانين لضمان تحقيق المصلحة العامة للشعب العراقي بشكل شامل وعادل. فشل في إقرار قوانين جدلية خلافية هي القوانين الأربعة التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، لقد فشل البرلمان فيها، وهذا الفشل يدل على أنه البرلمان عاجز على اتخاذ قرارات، وهذه القرارات هي قد تصب في مصلحة المواطن، فلهذا نقول يجب أن يكون على القوى السياسية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يصطدم بموج الخلافات بين الكتل السنية والكردية على بعض فقرات القانون، وأثناء القراءة حدثت مشادة كلامية بين النائب الثاني لرئيس البرلمان شخوان عبد الله ونائب عن تقدم هيبة الحلبوسي، والتي انتهت بضرب الأخير لينهي مجلس النواب جلسته إلى شعار آخر دون التصويت على أي قانون. كلمة قوانين تخدم المواطن، تخدم الشعب العراقي، يعني دائما اجلوها يعني الى شهر اخر وربما للدورات المقبله، هذا مو صحيح. غير المواطن العراقي هو يباوع على مجلس النواب اللي هو مثل العراق كله، وبعدين هم هاي المشاجرات بيناتهم ولا زحمه. زين شو يقول على المواطن البسيط اذا هو عضو مجلس النواب منتخبيه زين وناس انتظر من عنده شرع قانون يخدمهم يتعارك ويشاجر داخل قبه مجلس النواب؟
بات العراق الذي ينشب داخل قاعة مجلس النواب شيئا طبيعيا خلال هذه الدورة البرلمانية. القوانين المعطلة التي تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية والسياسية في البلاد تضرب عرض الحائط بسبب استمرار المناكفات السياسية. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، أرحب بكم وأرحب بضيفي في الأستوديو الباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي فضل الله. مرحبا بحضرتك. ممتن لحضرتك أستاذ محمد. أجدد الترحيب بالمحلل السياسي سيد سلمان الجميلي، مرحبا بحضرتك. وأيضا أجدد الترحيب بعضو الحزب الديمقراطي الكردستان الأستاذ وفاء محمد. أستاذ علي، أسألك، ثلاث جلسات نيابية لا نصاب لا توافق، القوانين بقت مكتوبة، منو اللي جاي يعرقل؟ منو المسؤول عن تأجيل الجلسة لثلاث مرات و يعني تحتوي على قوانين مهمة ومصيرية للكثير من أبناء الشعب العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ممتن لهذه الدعوة أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك وللضيفين الكريمين، لفريق العمل ولمشاهدي قناتكم الكريمة. عندما نتكلم عن النظام السياسي، وهذا النظام السياسي نظاما برلمانيا، قطعا تتحمل، وخصوصا في المجال التشريعي، تتحمل مسؤولية تعطيل القوانين المهمة برأيي عموم الكتل السياسية، وخصوصا أقطاب العملية السياسية، القوى السياسية الكردية والشيعية والسنية. فبالتالي، وأنا أعتقد يعني ولست دفاعا عن رئاسة البرلمان الحالية بالنيابة، قد تقدم يعني في أكثر مرة أن تضع هذه القوانين المهمة على جدول العمل، ولكن وللأسف يبدو أن الإشارات من بعض رؤساء الكتل السياسية بعدم التصويت من خلال أما الانسحاب أو كسر النصاب، وبالتالي هذا ما يؤثر سلبا. لذلك من تسألني من يقف وراء هذا الموضوع؟ نعم. قطعا أنا أقول عموم الكتل السياسية التي كانت من المفترض ثقة الشارع العراقي، والتي نعم. الإشارات من عموم الكتل السياسية لو من كتل معينة؟ لا لا، وليش؟ مبدئيا يعني التعميم أنا ما أتفق وياه، لكن أقول غالبية الكتل السياسية، وقد تتحمل الكتل الشيعية أيضا بعض القوانين المهمة جدا. يعني عندما نعطل قانون الحشد الشعبي، أنا أعتقد هذا للأسف يعني نكران جميل لدماء الشهداء، نكران جميل لعوائل الشهداء، نكران جميل للجرحى، للمقاتلين، للذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على العملية السياسية. فبالتالي أنا أقول الأول يتحمل حقيقة الثقل الأكبر القوى السياسية الشيعية، وحتى موضوع يعني 220 ألف عائلة ينتظرون ثلاث جلسات ويتأملون، وبالنتيجة هذا الإحباط بالتأجيل، ويقول لك احنا عندنا أغلبية شيعية، وشنو اللي يمنع اليوم نواب القوى الشيعية من يعني انه يحققون النصاب ويمشون القانون؟ أستاذ محمد، يعني حتى نحدد المشكلة بصورة صحيحة، رسالة من منبركم الكريم إلى عموم القوى السياسية، والتي نعتقد أنها لا زالت هي ثقة الشارع، خصوصا بعض القيادات الشيعية التي دائما لديها مواقف. هنا حقيقة علينا أن نعرف تحديدا من يقف وراء هذا التأخير وهذا التعطيل. بالأخير خلينا نكون واقعين، نحن بهذه الشاكلة نحقق رغبة الجانب الأمريكي والجانب الصهيوني. الكل يعلم أن الجانب الصهيوني والجانب الأمريكي يكن العداء حقيقة الحشد الشعبي، وهو يعمل جاهدا أما على نسف هذه المؤسسة أو العمل على إضعافه. فبالتالي عدم وجود قانون هو تحقيق لرغبة الجانب الأمريكي، هكذا يفهم الشارع العراقي. لذلك أقول القوى السياسية التي تريد إقرار هذا القانون عليها أن تخرج ببيان وتحدد من هي الجهات. أنا حقيقة لا ألوم القوى السياسية السنية ولا الكردية خصوصا في هذا القانون، ألوم القوى السياسية الشيعية باعتبار عليها مسؤولية أخلاقية وشرعية ووطنية من خلال الوفاء لهذه الشريحة التي هرولت حقيقة، هرولوا حفات دون أي مساعدة، دون أي سلاح، من أجل نصرة الوطن، وحول الانكسار إلى انتصار. لذلك نقول علينا أن نعرف تحديدا من يقف وراء هذا الموضوع، أما السكوت أنا أعتقد سيكون الجميع متهم في هذا التقصير. جي. أستاذ سلمان، هسه نجي للقوى السنية. شارع السني اليوم ينتظر العفو العام، وناس يقولون عندنا أبرياء، وصار لهم سنين ينتظرون. تجي بعض زعماء القوى السنية يقول لا والله أنا ما صوت على قانون ولا أمشي قانون العفو العام إلا يتم انتخاب رئيس، واللي رئيس اللي أنا أريده، وبالشروط اللي بالوضع اللي أنا أريده.
إذن وين إرادة جمهوركم؟ وين المبادئ اللي يطالبون بها ورافعين الشعارات هذه بأيام الانتخابات؟ يعني حقيقة نقوس أولا عفوا رحب الضيف الصالح حياك الله سلام. يعني القوى السنية دخلت للتصويت داخل قبة مجلس النواب، لكن كان هناك إشكال بقانون العفو العام له فهم حتى نوضحها للجمهور ونوضحها لحضرتك. هو كانت اكو نقطة جدلية بهذا الموضوع، هو يعني الـ 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 يعني الانتماء، فقرة الانتماء، كان الاعتراض على هذه الفقرة من قبل القوى السنية، الانتماء ومن وجد اسمه في سجلات داعش. نعم. هذه فقرة يعني حقيقة جدلية كبيرة جدا، لأن كان بها احتمالية أخذ ناس أبرياء بهذا الموضوع. مثلا اليوم عندنا يعني محافظة نينوى بقى بها أكثر من 2 مليون شخص، من وجد اسمه في سجلات داعش والانتماء، الانتماء يعني من ساعد وعاون و السجلات، فقرة سجلات داعش الإرهابي طبعا يعني ذكرت يعني 2 مليون شخص بقم، 2 مليون شخص كان بيهم عندهم محلات، عندهم أفران، يعني يبيعون صموني أي شيء، يعني ناس على باب الله. فلذلك كان تنظيم داعش الإرهابي يأخذ الجباية من ذولا، من ذولا الناس الفقرة اللي بقت ما قدرت تطلع. زين هذا عنده سجلات، أكيد عنده سجلات، هذه السجلات إذا وجدت واسمي واسمك أو اسم أي شخص بيها موجود، هذا راح يروح بيها. ليش؟ لأن أنت اسمك موجود في سجلات داعش، ما راح يفرز يابا أنا كنت أدفع جباية أو شيء. كانت اللغط حضرتك والاعتراض على هاي النقطة. حضرتك تقتنع أنه فقط وجد اسم شخص في سجل معين، سجل جباية، وجابوه وانسجن وانحكم إعدام أو مؤبد، ممكن يصير هيك شيء؟ بالضبط. أكو هناك هواية ساد انظلموا وأبرياء راحت بيها، وهاي مناطق نحن نعرفها اليوم وشاية الانتماء، من ساعد وعاون فيتر مال سيارة اليوم يجي داعش غصبا عنه يصلح عنده سيارة، غصبا عنه يصلح سيارة، هذا يقول أنت مساعد داعش. لكن طبعا هي العفو أستاذ، حتى لا نعمم ونكر، أكو ناس تستغل هذا الموضوع. اليوم أنا أكرهك نفس الوقت بالضبط، اليوم أنا أكرهك ما أحبك، أريد أوشي عليك أبو شاية هذا كان يصلح سيارات داعش، هو ما يعني مفروض عليه ومو مسوي، فلذلك يروح بها خطية بريء، يعني ما أكو هيك مشكلة. فلذلك كان الاختلاف، هذا القانون تحت الاختلاف إطار، كان على الانتماء فقط، وإنما بقية الفقرات في قانون العفو العام حقيقة. وأكو منتمين، أكو منتمين بالفعل، أنت بهذا القانون راح تبرر المنتمي والما منتمي. نعم أكو منتمي، أنا يعني أقول لك أكو منتمي، حتى لا تروح الأبرياء في هذا الموضوع، أكو منتمي، مو أكو، أنا ما ناكل لك، حتى أنا أقول أحمي البريء من هذا الموضوع. النقطة الثانية قانون اللي نوح عليه الأستاذ، قانون الحشد الشعبي، تقاعد ورواتب، هذا قانون مهم، المفروض مفروض بالكتل السياسية كان هذا المفروض ما أدرج ضمن هاي السلة، ما يدرج ضمن هاي السلة، هذا القانون يوضع وحده ويصوت عليه. ليش؟ لأن بي عوائل ضحت أمطت دماء تنتظر تنتظر تقاعد، تنتظر شيء. هاي البعض يقول لك هذه الثغرات، هذه الحالات قليله، اليوم يقول لك اكو ناس قتله كانوا ارهابيين اليوم يستلمون رواتب مال مؤسسه الشهداء وتقاعد، فساد مؤسسات الانبار اللي انكشف عنا خلال هاي السنوات. بالضبط صح، لا يعد ولا يحصى، الاف مؤلفه. صح انا وياك، اكو فلذلك احنا ليش دائما ننوه ونسوي نقول التدقيق أهم شيء قبل ما تطلع لراتب، لازم تدقق أمنياً ويمشي. أكو هناك تعبر اسمياً 3-4 والناس الخيرة تتبلغ طبعاً، مو هي شلون ظهرت بأن أكو ناس هجت قالت يابا ترى أكو موضوع 1-2-3، فلذلك ظهرت الأسماء. بس لكن قانون الحشد الشعبي قانون مهم لابد أن يقر. جيد استاذ وفاء، قانون إعادة العقارات مقترن برغبة القوى الكردية، ليش مصرين عليه؟ وفي حال عدم تمريره ما راح تقاطعون تمرير قانون الأحوال وقانون العفو؟ يعني أولا مرة أخرى يعني أنا راح بضيفين كلمة، يعني إحنا مستغربين من شيء واحد. أولا يجب أن نعود على الاتفاق السياسي المبرم عند دخول ائتلاف الدولة وتشكيل الحكومة. نعم. يعني أكو قوانين اتفاق سياسي عليه من ضمن تشكيل ائتلاف إدارة الدولة،
مثلا قانون العفو العام كان هي احد المطالب السنيه المهمه اللي وافقوا عليه، وايضا اعاده العقارات ايضا كان احد الاتفاقات السياسيه. اما القوانين الاخرى فهي يعني جابوها المكون الشيعي بالاخير وفرضوا، يعني قالوا شلون احنا نمشي قوانين المكون الكردي والسني، لازم ما يصير عندنا قوانين. يا مهم هذا حقكم، هذا حق، ولو انه ما كان اي حق لك قانوني، قانوني يخصني ويخص جمهوري ويخص مذهبي، شنو مشكلتك؟ دقيقة. أما إعادة مثل العقار هذا شيء يعني بعد حل النظام البعثي الدموي الجائر، وهناك نظام وهناك قانون اشتتات البعث، أكيد قرارات مجلس القيادة في الثورة من المعيب على كل واحد عراقي أن يقول أنا ألتزم بقرارات قيادة مجلس قيادة الثورة. وما طالبه المكون الكردي وحتى المكون التركماني وحتى بعض المكون التركماني الشيعي وبعض المكون الأخرى هو إعادة العقارات الأصلية لأصحابهم. نعم. حسب المستندات اللي موجوده وحسب البيانات وحسب الادله اللي موجوده في دائره تافو كركوك او نينوى او جلولاء او خالقين، هذا يعني هذا شيء يعني يعود الحق لاصحابه. ولكن مع الاسف الشديد شاهدنا انه يعني هناك انفاق لا زالت تريد الحفاظ على قرارات وقوانين حزب البعث المنحل. هذا شيء احنا مستغربين جدا، ولهذا عندما صارت المشاكسه بين مع الاسف ان نائب رئيس البرلمان مع سيد هيبه الحلبوسي كان على هذا الموضوع، نحن مستغربين من هذا الموضوع. اما شيء اخر، حتى لو كان هناك يعني مثلا قانون العفو العام، نعم، لماذا تحول قانون العفو العام من حاله انسانيه الى صفقه سياسيه؟ حاله انسانيه اكو اناس نرضى لو ما نرضى، نقبل لو ما نقبل، اكو اناس ابرياء مسجونين. يعني شنو يعني اكو ابرياء؟ احنا يا اخوان كل ما نتكلم بهذا الموضوع يقول لا، هذه القوانين اليوم اصبحت مساومه، شرط هذا القانون مقابل هذا القانون. انت اوفق من الارهابي، اوفق من الارهابي، عندك مضمون بالسجن يا اخي، بطلعه مو هذا خطيه كم سنه، هذا عندك مضمومين، عندك ملف المغيبين، هذول المضمومين يعني من الحاله شيء انساني شيء اخلاقي شيء ديني. ايضا قانون العفو العام تحول الى صفقه سياسيه من المكون الشيعي اللي زجوا بقانون تعديل الاحوال الشخصيه مع قانون تقاعد للحشد الشعبي اللي هم يستحقون التقاعد. ولكن ايضا يجب ان يكون هناك اسامي وبيانات دقيقه. يعني شنو انت تجيب لي قائمه هسه مثلا لما يسلمون الرواتب لاقليم كردستان اليوم القوى الكردستانيه متهمه بهم من تعرقل تمرير هذه القوانين، والدليل قانون العقارات هو الاول، ويقول لك النواب الكرد ما جاي يحضرون ويحققون النصاب. يعني هسه مثلا اذا اكو قانون تعديل اعاده العقارات وهو قانون حتى بالدستور بالماده 112 اكو بها من تعويض لهؤلاء الاشخاص واتفاق سياسي، اذا انت ما تمشي لي هذا الشيء الحقيقي الصحيح، انا شلون امشي فد شيء يعني اساسا ما متفق عليه؟ ماكو عرقله، هذا اتفاق مع الاسف الصديق. هاي المحاصصه منو اللي خلى هاي المحاصصه؟ اذن الديمقراطي اليوم ما يصوت على اي قانون؟ هم اللي زجوا بهاي المحاصصه اللي قالوا لا ما نمشي قانون للكرد والسنه اذا ما يمشون قوانين. سيد وفاء، الديمقراطي ما يصوت على اي قانون اذا ما صوت على قانون العقارات اعاده عقارات؟ لا دقيقه، هو اساسا المكون الشيعي وحده ويا يستطيعون ان يقول يشكلون نص الاغلبيه في المكون. بس جاوبني موقف يعني هواي مره سووها موقف الديمقراطي الكردستاني، في حال لم يتم التصويت على قانون اعاده القرارات العقارات راح يمشي العفو الاحوال لو راح يكون معارض مقاطع؟ لا احنا مع قانون العفو العام وحتى مع قانون، ولكن عندنا يجوز بعض الملاحظات على قانون تعديل الاحوال الشخصيه، لان هذا الشيء يتعلق بحقوق الانسان، وهذا واضح جدا بشرط قانون التقاعد ايضا معه، ولكن ايضا نطالب بان يكون هناك بيانات حقيقيه واسامي حقيقيه، وهاي انا اعتقد هاي يحتاج الى لجان الى من 3 أشهر الى 6 أشهر. استاذ وفاء، هاي ايضا يعني مو هاي طبعا مو شيء بسيط، قانون التقاعد مو شيء بسيط، هذا يحتاج الى تدقيق واسامي حقيقيه جيد. لجان حقيقيه من 3 أشهر الى 6 أشهر. جيد. استاذ وفاء يقول القوى الشيعيه هي اللي تساوم اليوم وجابت قانون الاحوال وخلتها بالبدايه وتساوم عليها حتى تمرر اعاده العقارات وقانون العفو، حتى القوى الكردستانيه يعطون قانون بديل للاحوال الشخصيه وهم اليوم معترضين على القانون الجديد. استاذ محمد خليني احكي بكل شجاعه، انا كشيعي ومعروف انه ادافع عن القوى الشيعيه، اقول اليوم من العار يعني من المعيب على القوى السياسيه الشيعيه
أن تنتظر رحمة القوى السياسية السنية والكردية للتصويت على قوانين هي لا تمثل المكون السياسي الشيعي بقدر ما تمثل المكون السياسي الوطني. بتوضيح أكثر، الحشد الشعبي اليوم نتكلم عنه، حشد أصبح يضم كل مكونات العراق، فبالتالي بدون استثناء. لذلك نقول، وخصوصا أنه قد تكون يعني حقيقة الشريحة الشيعية هي الأكثر تضررا باعتبار أنه أعطت عفوا أكثر شهداء، من المفترض اليوم أحقق النصاب، اللي يجي يجي وما يجي براحت، أنا ما عندي مشكلة. أولا هذا القانون، هذا القانون وفرض إرادة وكسر، بعد شنو ليش تنتظرون؟ يعني أنت لا ديمقراطية ولا هسه قاطعتك أنا، هسه جيك على البيش مرقي خصوص الأسماء، هسه ستتدلل أستاذ وفاء، صار هسه طالبنا انت باسماء. انا اسال الاستاذ وفاء، قل له انت سمحتوا للبيشمركه ان يوطنون رواتبهم وبالاسماء تدزوها للحكومه المتحده؟ ماكو ايش حكي، 6 شهور قاعد طالب، ماكو هذا الحكي. لحد الان الموضوع، لحد الان الموضوع لم يحسم. اما موضوع الحشد الشعبي، فالحشد الشعبي خلي اقول لك اياها، يستحق عذرا من هذا اللفظ مع جل احترام، غصبا على يرضى والما يرضى، لان نقذ العراق في اصعب مرحله، في أعتى مرحلة. البيشمركة أنقذ العراق، مو بس الحشد، البيشمركة أنقذ الإقليم وأنقذ كركوك وأنقذ العراق، الكل شاركوا، لا تفضل قوة على قوة أستاذ علي، هذا النهج، النهج يا أخوي أكو أدبيات، ما قاطعتك يا عزيزي، ما قاطعتك، ما راح يفتهمك، لا يفتهمك ولا يفتهم للمشاهد، ما تقوليش المشكلة أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ وفاء إذا تسمح لنا، تفضل أستاذ علي. أنا اللي أقوله، دائما يفضل قوة على قوة، هذا النهج تركوه حبيبي. أنطيك الوقت أستاذ وفاء، أنطيك الوقت للرد، وأي شيء سجله يمك، تفضل. أنا حقيقة أحمل القوى السياسية الشيعية كمواطن شيعي، ومن خلال حقيقة التقاء، باعتبار إحنا أكثر التقاء بالشارع الشيعي وبالشارع العراقي أيضا، والعالم يشوفنا أكثر ما يشوف السياسي. يعني اليوم أنا صبح بالكاظمية مليون شغل، خاصة الموضوع الحشد. نعم. يعني العالم أمنوني أمانة، وكأنه عبالك أنا رئيس البرلمان، قلت لهم قسما بالله إحنا نفسكم الآن دا نتألم على هذا القانون، قانون الأحوال الشخصية. خلي يعرف يا أخوان يا مشاهدين، قانون الأحوال الشخصية باقي نفسه بدون تغيير. اللي راح يصير أنه دخلنا مادة تعديليا للي يريد يروح للقانون الجعفري، للي يريد يروح يعني من اختياره للي يتزوج جديد يقدر يروح للقانون الجعفري، أما القانون باقي لكل العراقيين، ما حد راح يأثر عليه. يعني الشيعي أو السني أو الكردي، أي واحد يريد يروح على القانون القديم فهذا من اختياره. كل اللي راح يصير أكو تعديل جديد، هنالك مدونة تابعة للمذهب الجعفري، والمذهب الجعفري يعني الشيعة، والشيعة يعني الأغلبية. أسألكم بالله، قانون ديمقراطي وتريد تمارس عليه ديكتاتورية؟ لا لا، الأكراد ليش معترضين؟ الأخوة الكرد ليش معترضين على هذا القانون؟ مو عندهم قانون خاص بهم هنا في كردستان يطبق. شوف احنا عندنا مؤسسات مجتمع مدني، وعندنا قوى سياسية الآن تعمل لأجل السفارات الغربية. لا يقول أستاذ وفاء، قال احنا عندنا ملاحظة، هو القانون. أعرف تقول له هو شنو، على شنو تعترض أنت؟ أنا شيعي وأنا عندي حق بالدستور العراقي، أنا شرع قانون أحوال شخصية مثل ما عند المسيح قانون، فبالتالي ما تجبرني يا أخي. القانون كما هي راح يبقى، ماكو أي مشكلة، القانون القديم وراح نضيف له تعديل أنه المتزوج الجديد. إذا تسمح لي اسمع ملاحظات أستاذ وفاء، حتى الاتحاد الأوروبي طالبوا منكم يا أستاذ علي. هو هنا المشكلة، الاتحاد الأوروبي يريد المثلية بالعراق، يريد الشذوذ الجنسي بالعراق. لا وإحنا لا ناس لا هو شل لا 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 هو شل لا 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 على هذا. يا عزيزي يعني يا عزيزي، أنا بلد عندي سيادة وانطيت دم، لا الاتحاد الأوروبي ولا الاتحاد الأمريكي ولا أي اتحاد يفرض علي، أنا بلد مستقل، عندي قانون وعندي دستور وعندي حكومة منتخبة، اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبه يرقع راسه بأي حال. أنا ما أسوي شيء خارج ضوابط الدستور اللي صوت عليه الشعب. أنا مو بلد خاضع للإرادة الأوروبية هو كيف يختار للقوانين. أنا بلد أولا عندي اعتقاد ديني وعندي عقيدة دينية وعندي أعراف وعندي تقاليد، فبالتالي أنا من حقي أشرع قوانين تتناسب ويا البيئة مالتي. أقول بالنص وأكرر هذه العبارة يا أخواننا العراقيين، قانون الأحوال الشخصية باقي نفسه، اللي يريد يروح يتزوج على الطريقة القديمة على القانون القديم باقي، بينما أكو الآن باب جديد للي يريد يتزوج وفق المذهب الجعفري أو وفق المذهب السني، فأكو مدونة راح تطلع من الوقف الشيعي ومدونة من الوقف السني، وهذا الموضوع اختياري مو إجباري.
خلي يعرف الجمهور ماكو اجبار بالموضوع. اذا اسمح لي انا وعدت استاذ وفاء انطي دقائق للرد اذا كان عنده ملاحظه وتجاوزنا على الوقت عندنا اقل الدقيقه استاذ وفاء. لا انا عندي ماكو اي ملاحظه بس دائما اطلب من الاستاذ علي انما عندما نتكلم بوطنيه كامله وعندما نمدح اي قوه ان نتكلم لا نتكلم بافضليه دائما نتكلم لولا الحج لولا يا اخي الجيش العراقي ساهم الجيش مرقى ساهم والحج الشعبي ساهم والدماء كلها طلعوا وحرروا العراقيين هذا الكلام روح شوف لقائي على احدى القنوات شوف شلون دافعت امام نائب يتهم القوات الامنيه يتهمها بالارهاب وانا وقفت بعينه القوات الامنيه نضعها على رؤوسنا وتاج راسنا القوات الامنيه كل مواطن شريف مدني عسكري بالعراق احنا نقدره ونجله انا من امدح الحشد الشعبي هذا مو معناته ذم القوات الامنيه مو معناته ذم انا حكيت على الجيش مرقه بس بد لحظه يا اخي ارجع اقول اخر كلمه اخر كلمه يا اخي انت ليش تحور الكلام انا مدحت الحشد الشعبي لان القانون يخصه لا حول ولا قوه الا بالله تجاوزنا على الوقت تجاوزنا على الوقت هواي ومن ائتلاف الدوله ولكن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني استاذ وفاء محمد شكرا جزيلا لحضرتك السياسي المحلل السياسي استاذ سلمان جميلي اعتذر من جنابك وشكرا جزيلا لحضرتك والباحث بالشان السياسي استاذ علي فضل الله شكرا جزيلا لحضرتك مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لكم والى اللقاء